المواطن شهاب عبد السعيد اليماني هو أحد النازحين من مديرية شرعاب، نزح في 2015 نتيجة ولة الحرب وسيطرة الحوثيين على المنطقة. نزح هو وأسرته ووالدته وزوجته، هو يسكنون الآن في خط النار، خط التماس، حي بريد الروضه. مشكلة الأخ شهاب أنه قد أصيب من قبل أكثر من 10 مرات بطلقة القناص وقذائف الهون، ومتأثر حتى الآن في بعض العمليات، يوجد كيس في الأمعاء، لم يستطيع الحركة. ما حدث يوم أمس أنه كان يمشي في المنطقة فأصيب بلغم أرضي، بترة رجله وأصيبت عينه اليسرى. نحن تفاجأنا في المنطقة أن هناك ألغام، لم نكن نعلم بوجود ألغام في المنطقة إلا يوم أمس، وربما عندما سيطر الحوثيين على المنطقة في 2015 قاموا بزراعة بعض الألغام، أو هناك بعض التسللات تتم ليلا وزرعوا ألغام في مناطق السكان. حتى اليماني ضربوا على التليفون، هو ظهر يتكلم.